هروح لأستاذ محمد هشام، وحضرتك قلت لي أنك صدقت الراحل طوال كم سنة؟ 15 سنة، من 2003 لغاية الوفاة، اللي هي فترة الوهج الإبداعي عنده. بالظبط، هو دكتور أحمد احترف الكتابة من 1993. الشهرة بقى إمتى؟ الشهرة بعد حوالي يعني 2000؟ لا لا، خد حوالي 5 سنين أو 6 سنين بدأ يكون له قاعدة جماهيرية متصاعدة. يعني أنا في الوقت أنا بدأت أقرأ له مثلا عندي 14 15 سنة، وكنت متعود على قراءة نوعية الروايات الأدب البوليسي التشويق يعني، لكن هو قدم محتوى مختلف ومغير يعني وغير تقليدي. مغير لمثل الأدب اللي كان منتشر في هذا الوقت. يعني هو لو دكتور نبيل فاروق كان دكتور نبيل فاروق مثلا كان بيقدم أدب الروايات البوليسية والمخابرات، وقبليه كان الأستاذ محمود سالم كان بيقدم أدب المغامرات للشباب العربي في الشياطين 13 والمغامرين الخمسة. بس الدكتور أحمد جاء يعني هو لم يسير على نسقهم، هو يعني أسس نوع تاني من أنواع الأدب التشويقي، مش عشان هو كتب أدب رعب، لا هو كان الرواية ما كانتش رواية رعب بالمعنى المبسط، هي كانت رواية جاذبة ومشوقة بس فيها عمق إنساني وفيها بعد معلوماتي وجزء سيكولوجي جدا في النفس البشرية. ولذلك أكتر يعني الاقتباسات اللي بيتداولها الشباب مش بيتكلموا عن قصص رعب، بيتكلموا عن علاقات إنسانية ما بين بشر، عن وجهات نظر فلسفية في الحياة والموت والعمل والحب والعلاقات وما وراء الموت وإيه اللي احنا بنعمله في الحياة. يعني كان في بعد فلسفي في الروايات كلها على امتدادها. جمهوره من سن كام لكام؟ زي ما انا بدات اظن الجمهور من 13 14 سنه حتى الجمهور ده كبر معايا يعني لغايه 40 45 و50 استمر معاك. انا واحد من الناس زي اللي بيقروا ميكي مثلا لحد دلوقتي. بالظبط، رغم انهم بداوا فتربوا عليها. بالظبط، بس هو هي ميكي مسليه ولطيفه. لا هو انا مش قصدي ميكي تقليلا، انا بس انا قصدي اللي بيرتبط بحاجه بيكمل معاها يعني، ان هي بتمثل له مش بس جزء حنين بقى لفتره مراهقه او شباب، بتعمل جزء اشباعي. حتى الجزء بتاع حضرتك بتساله على موضوع الحوت الازرق، هو اعتقد ان مواجهه الحوت الازرق مش بس بانك تكتب روايه تحذر منها يعني، او هي كمان انك تنمي فضيله القراءه والتفكير والمعرفه لدى الناس. ده انا هجيله في الفقره. بس كنت عايز اعرف ايه سبب ارتباط او الربط ما بين دكتور احمد خالد توفيق وما بين القراء اللي شفناه في حاله الحزن، النزول للجنازه، التوديع عبر صفحات السوشيال ميديا، وده ما حصلش مع أديب مؤخرا خلال سنوات يعني. هو في سر طبعا اعتقد ان هو يعني غير ملموس. ما هو؟ هو في سر يعني الهي، يعني حاجه يعني كده نفحه ربانيه يعني مدياله قدره على انه ادي مثلا دي صوره الجنازه. عايز اعرف منك تفسيرك لهذه الحشود. هو اخلاص في عمله، فده نتيجه الاخلاص في عمله، هو كان بيكتب باخلاص وبحب للقارئ، ودي نتيجه مفيش اكتر من كده يعني. هو كمان ما كانش بيكتب لمجرد انه يرضي الجمهور، هو كان بيكتب عشان هو عايز يوصل رسائل، ويوصل رساله ويوصل قيمه. انا ما لقيتش عواجيز في الجنازه. في عواجيز بس يمكن يكونوا في الاخر، بس انا بتكلم على الكم او الكثره. بالظبط، الشعر كله اسود، وده لان هو ما لم يكن يستهدف الشباب بالاساس، بقدر ما هو كان يعني هو كان غرضه فعلا. هو قال اتمنى لما يتوفى يعني انه يكتب على قبره لقد جعل الشباب يقرؤون، فكان واضح ان ده هدفه، ان هو كان عايز الشباب في المرحله اللي هو بيبقى فيها مشتت وما عندوش اي افكار يروح فين، هو يلتقط الشباب في هذه المنطقه. تفتكر حزن الشباب انهم حسوا انهم فقدوا حاجة أقرب إلى من كان يرشدهم؟ بالظبط، ده هو اسمه أصلا متداول في وسط محبينه الأب الروحي، لأن هو كان والعراب والأب الروحي، لأن هو كان مرشد ليهم في حاجات كتير. لأن هو كمان عنده صفة إنسانية كانت فريدة جدا، هو متصل اتصال عجيب جدا بقرائه يعني، كان أي حد بيبعت له إيميل قارئ عادي بيرد عليه. يعني حضر مثلا حفل زفاف، وحضر حفل زفاف عشرات وانت قارئ من قراء. لمجرد انك يعني هو كان عنده الاهتمام بالقراء والقيام بالواجب الانساني دون النفاق او رياء لهم. حاجه كده بيعمل شكل تلقائي، بجانب ان هو كمان ادى بقى يعني سنوات طويله من المتعه، لانك لما تقعد تقرا روايه من رواياته وانت لوحدك في يوم من الايام بتدخل في عالم تاني. هو فتح للناس دي كلها عوالم اخرى لم يكن العالم ضيقا. مش كل الاحداث بتدور في مصر، مش كل الاحداث في حته ضيقه، في روايات في افريقيا، في روايات في رومانيا، في روايات في امريكا. هي طبيعه الشباب عايز يكتشف ويشوف. بالظبط، يعني هو خلاه يكتشف ان العالم ليس ضيقا كما نتخيل، يعني عالم كبير وواسع ويستحق ان تعيشه، بس وازاي تشوفه.